أنا أعتقد أنه المأزق السوري حاليا مأزق النظام ومأزق الروسي والإيراني تحديدا في سوريا سيجعلهم يطرحون مشكلة الحل السياسي التي يعارضونها حتى الآن بأساليب مختلفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أولا نحن نعاني حاليا من ضبابية الموقف الأمريكي تجاه الملف السوري تحديدا، ليس فقط السوريين وإنما جميع دول المنطقة بما فيها الدول المتدخلة سواء كان إيران أو روسيا الداعمة للنظام السوري. ما هو جوهر الموقف الأمريكي في سوريا؟ ربما يكون هناك نوع من الربط ما بين الملف السوري والملف الإيراني سواء كان لدى الإدارة الأمريكية أو لدى إيران. الجميع يعلم أن المفاوضات من تحت الطاولة بدأت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المراحل السابقة من خلال إدارة أوباما، تم التضحية بالثورة السورية والشعب السوري مقابل الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015، وتم التراجع عن الخط الأحمر الذي فرضه رئيس أقوى دولة في العالم. اليوم نسمع تصريحات من قبل أركان بالإدارة الأمريكية أن إدارة بايدن لن تكون امتدادا لإدارة أوباما وأنها سوف تستفيد من الأخطاء التي وقعت في الملف السوري. لكن هذه التصريحات تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع. نريد أفعالا تضيء الطريق أمام الشعب السوري بعد كل هذه التضحيات التي قدمها والتي لا زال مستعد لتقديمها، لأنه الشعب السوري محكوم بالأمل والعمل والألم والخوف.